السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في القناة ديالي دي لوستو ياسمين. اليوم جبت لكم واحد الكاطو كيجي ساهل وزوين بزاف، تقدر توجدوه في العيد ولا في اي مناسبة، لانه سهل بزاف وما فيش مقادير بزاف، يقدر اي واحد يديرو وان شاء الله يعجبكم وجربوه. هاد الكاطو كيسميوه الرخامة ولا النوغا، كيتصاوب بالقوقو. انا خديت هنا واحد 450 حتى 500 غرام تاع القوقو. الا بغيتو تاخذوه بالقشور ولا بلا قشور كيف كيف، انا غادي عاد نحمرو ونحيد القشور. عندي شويه ديال العسل باش غادي نجمعو القوقو، عندي شويه نتاع الحليب المركز، وهنا عندي واحد 200 غرام تاع الشوكولاته. الشوكولاتة بالحليب انا خديت، تقدروا تاخذوه بالحليب ولا الكحل، وواحد شويه نتاع الشوكولاتة الابيض باش غادي نزوقو. اذا على بركه الله غادي ناخذ الغطاء وغادي نديرو فيها هذا القوقو باش نحمروه. اذا كناخذو لاطا، نديرو القوقو ديالنا، غادي ندخلو الفران، منجهدولوش بزاف، نديرو فران 180-200 درجه ونخليوه يتحمر، نبقاو نحركوه مره مره باش ما يتحركش، ومنتظرهم بعد ان شاء الله. صافي، هنا من بعد ما تحمر لي القوقو قشرتو، ودابا غادي نطحنو. نهرمشوه، ما نطحنوش بزاف باش نردوه كاع طحين، كنهرمشوه صافي، ونتظرهم بعد باش نكملو ان شاء الله. من بعد ما طحنا اللوز ديالنا كيما هكا، كندقدقوهش بزاف وخا يبقاو لنا شي مرتويات مكملين، معليش. دابا غادي نديرو في شي اناء كبير باش غادي نخلطو، وغادي نكب عليه هذا الحليب المركز. نخلط. لا بغيتو ما ديروش هذا الحليب، ديرو غير العسل، ديروه معليش كيجي زوين، واخا العسل بوحدو، ولا بغيتو تخلطوهم كيعطي مذاق رائع. وغادي نضيف شويه نتاع العسل، كنضيفو بالتدريج باش ما يجيناش جاري، نديرو ولا خصنا عاد نزيدو. نصب بيدي باش نعرف النيشان. نزيد شويه د العسل عاد، بصح هي كي كنقدوها كنجمعوه في هاد القوام هذا خصو يكون. غادي نحبسو عليه، صافي. كناخد واحد الاطار بحال هكا ونستفوها فيه، وكنطوي عليها هكا باش تاخذ لنا الشكل. وكنسخنو البلا بحال هكا باش تاخد الشكل متساوي. صافي، خصها تجي على هاد السمك هذا. دابا غادي نخليوها هنا وندوزو ندوبو الشوكولاط ديالنا. هيا انا هنا دوبت الشوكولاته نتاعي، دوبت غير في الميكرون، تقدر تدوبو في الميكرون ولا في البان ماري. غادي نكبو من الفوق. صافي،
صافي بحال هاد الشكل هذا. نضربو مع الطلاقه باش تتساوى صافي. غادي نخليوها تبرد وعاد نديرو لها الوجه الاخر. صافي هنايا كيما شفتو معايا من بعد ما نشفتنا الشيكولا التحتانيه، دابا غادي نوليوه نضيفو من الفوق. هنا في المجمع تقريبا احتاجت واحد 250 غرام تاع الشوكولاط، كما قلت لكم شوكولاط بالحليب، اللي يفضل الشوكولاط الكحل يدير شوكولاط الكحل يبقى اختياري. صايا غادي نسرحو بحال هكا. وهنايا ذوبت الشوكولاط الابيض، غناخد واحد المورفو من بابي بويسون. كنصاوبو على شكل كورنيت صافي على هاد الشكل هذا. وغادي ندير فيه الشوكولاط الابيض. انا الشوكولاط كندوبو غير هكا في ميكرووند، ما كندير معاه حتى حاجه. و الا جاكم ما كيبريش بزاف تقدر تزيدو معاه واحد المعلقه تاع الزيت. الشوكولاط الاسود اما الشوكولاط الابيض ما يحتاجش لانه ديجا فيه الدهنيات. صافي بحال هكا. وغادي ندير خطوطه كناخدو موس وكنبقاو نديرو خطوط نفس الاتجاه ونمسحو الموس. هاي دابا غادي نديرو في الشكل الخطوطه الاتجاه الاخر بحال هكدا. صافي كيما كتشوف معايا كيجي على هاد الشكل هذا. دابا غادي نخليه يبرد وعاد غادي ندوز باش نقطعو. هنايا صايا كيما كتشوفو معايا كي كتنشف الشكلاط ديالي غادي ندوزو باش نقطعوها. غادي نقطعوها جنب، نحيد هاد المرسو هذا. هاي كنقطعوها على هاد الشكل هكا طويلة كتجي بحال النوكا. بحال هاد الشكل كتجي فيها الشكلاطة من التحت. اذا متتبعي وصلنا لنهايه نتاع الفيديو ديالنا. كما كتشوفوا الحلوه ديالنا كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه وسهله بزاف زوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها ما غاديش تندموا. ولا عجبكم الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا بلايك وتابوناو باش يوصلكم كل جديد. وبصحه وراحه نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.